الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أنهينا في الدرس الماضي موت الخليفة هارون الرشيد، وفي هذه السنة سنة 93 تسلم الأمين الخلافة وهو محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد العباسي. والأمين هو ثاني خليفة هاشمي لأم هاشمية. كان الأول علي رضي الله عنه هاشمي من أم هاشمية فاطمة بنت أسد بن هاشم، ومحمد ولد هارون الرشيد فهو قرشي وأمه زبيدة قرشية أيضا. فهذان فقط الذي تولى الخلافة هاشمي من هاشمية. لما تولى الأمين الخلافة كان هارون الرشيد كما قدمنا أنه مات في طوس في خراسان وضواحيها، وكان الذي معه ابنه عبد الله وهو المأمون. طبعا وصلت الأخبار إلى الأمين بموت هارون الرشيد وجاءوه وأعلموه، وانتهت الأمور على يعني الأمور بسيطة جدا بدون أي توتر أو إزعاج أو أي ما يشوب هذه القضية الشائكة أن الخليفة يموت في ديرة بعيدة جدا عن عاصمة الخلافة. طبعا الأمين كان في قصر الخلد، انتقل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة وأمر الناس بالحضور. طبيعة أي خليفة أو أي حاكم يتولى بعد أي إنسان لازم ينظر إلى سياسة إرضاء الشعب، وهذه قضية إذا ما أحسنها الحاكم وهو ما يعرف في علم النفس بالانطباع الأول، ما يعرف الانطباع الأول. أول ما فعل الأمين صعد المنبر ثم جمع الناس وخطبهم ووعدهم خيرا وبسط آمالهم وآمن الأسود والأبيض وبايعه جلة أهل بيته وخاصته ومواليه وقواده، وأمر انتبهوا للكلمة هذه وأمر بأرزاق الجند وأعطي 24 شهرا. أعطاهم 24 شهر، تخيل يعني 24 شهر يعني سنتين، يعني أموال أو معاشات سنتين قدام. ولا والخاصة أعطاهم أيضا هذه الشهور واشترى به ذلك يعني ولا. هذه قضية جوهرية جدا في أي بيع أو قضية جوهرية في أي سياسة دولية. إذا أخذ الحاكم، لذلك الناس تذكر أول ما يأخذ الحاكم ينقص الأجور، لذلك كما قدمنا في دروس بني أمية سمي بالناقص. لماذا؟ اللي هو يزيد بن الوليد الفاسق، الوليد بن يزيد، والوليد ويزيد بن الوليد بن عمه الذي قتله سمي بالناقص لأنه خفض أجور الجند فسمي بالناقص. لاحظ ركبته هذه القضية من تلك الزمن، لأن الوليد بن يزيد رفع الأجور فهذا قال لا أجيزها فخفض الأجور فسمي بالناقص. هذه أول الأمور. طبعا الأمين لم يدر بخلده ولم يكن يعني تابع له يعني كهاجس أن يخلع الأمين. وهارون الرشيد ارتكب محظور شديد الخطر، وهذه سنة تجدها في جميع الناس، البطانة الصالحة، البطانة الجيدة، البطانة المنصحة أهم ما تحوط به الخليفة، كما قال العربي أو الحكيم قال خير الأمراءكم النسر حوله الجيف، لا أن يكون جيف حولها النسور. ورجعنا إلى الدولة العباسية الأموية راح نجد حمك الله راح نجد أن الخليفة من طبيعته أن يولي حاكم وبعده حاكم آخر، مثل ما فعل عبد الملك بن مروان، مثل ما فعل مروان بن الحكم قال الخلافة لعبد الملك وبعده لعبد العزيز. لما تولى عبد الملك قاتل 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 بالترغيب والترهيب أن يخلع أخاه عبد العزيز حتى مات وهو ساخط عليه وكفاه المونة. تولى جعل الخلافة عبد الملك جعل الخلافة للوليد وبعده لسليمان. لما تولى الوليد قاتل 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 حتى يخلع سليمان ثم لم يكتب الله، وهكذا.
لذلك لما ولى المهدي الهادي ثم الهارون ومسك الهادي وهو تولى سنة واحدة فقط، مع ذلك كما قدمنا في الدروس الماضية حاول أن يخلع هارون الرشيد، بل وصل الأمر إلى أن هارون أراد أن يخلع نفسه، لكن يحيى بن خالد هو الذي دفع عنه ذلك. كذلك ما حدث للأمين، وطبعا هارون الرشيد كما قدمنا في الدروس الماضية كتب كتابين، أحدهما للأمين وأحدهم والآخر للمأمون، نفس المواثيق والعهود والكفلاء لكل الرجلين، هذا يقول أنني لا أخلعه ولا أبغيه غائلة ولا ولا ولا، والثاني يقول كذلك، وختموا بالفقهاء والعلماء والقواد وأهل الرأي والحل والعقد، ووضعت في أشرف مكان وهو داخل الكعبة. يعني أرادوا أراد هارون الرشيد بشتى الطرق أن يبعد شبح الصراع بين الأخوين بهذه الطريقة، لكن هذه نفوس والملك عقيم، ومع ذلك كل الذي فعله هارون الرشيد ذهب أدراج الريح واقتتل الأخوان الأمين والمأمون، وكانت النهاية ما سنأخذه إن شاء الله في الدروس الماضية. طبعا الأمين لما علم، والأخبار ترد يعني الطرق في السابق كان هناك البريد، والبريد يعني هناك مراحل، يعني هذا يمشي ويسلم حق العودة مثل المعروف، واحد يسلم حق واحد وهكذا تنتقل الكتب. فكان الأمين قد وضع عيون عند أبيه تصله أخبار هارون الرشيد يوما بيوم، فلما علم أن هارون الرشيد في مرض لا يرجى منه الحياة وأنه مرض الموت، كلف رجل قال له بكر بن المعتمر أن يذهب إلى خراسان، وأعطاه كتب وضعها بطريقة عجيبة صناديق منقورة، ثم غلفها بجلود البقر، وقال لا يظهر عليها أمير المؤمنين يقصد هارون الرشيد ولا أحد من عسكره، ولو يعني عذبوك حتى الموت، فإذا مات هارون الرشيد فأخرج هذه الكتب وادفعها إلى كل رجل منهم كتابة، يعني وكل بأناس معينين. طبعا هذا الرجل عذبه هارون الرشيد لأنه استراب منه، ثم شغل هارون الرشيد بالمرض ومات هارون الرشيد ولم يستطع يعني أن يخرج منه ما أتى به، ثم خرج هذا الرجل لأن الآن أصبح الخلافة للأمين، ووزع الكتب على القواد الذين هم تبع لأخيه المأمون. طبعا هنا تبدأ عاد الدهاء والفطنة والخبث والسياسة والحنكة والخبرة تخرج من منابعها. كان رجل يقال له الفضل بن سهل من أصحاب المأمون، هذا الرجل أراد من المأمون أن يعني ينتبه، قال له أن هذه الدولة الدولة العباسية لم تكن قط أعز منها أيام، يعني كمثل أيام أبي جعفر المنصور. طبعا نعرف أن في أيام المنصور كما قدمنا في الدروس الماضية أن أبا مسلم الخراساني خنع الناس وأخضعهم وزلزلهم ودمرهم، حتى في سنتين أو ثلاث قضى على الدولة الأموية برمتها، ومع ذلك خرج عليه رجل قال له المقنع يطلب بثأر أبي مسلم عندما قتله أبي جعفر المنصور، ثم خرج عليه رجل قال له يوسف البرم، وهذا قدمنا دروس وكيف قضى عليه، ثم خرج عليه ستان سيس رجل آخر وقدمنا كيف أنه قضى عليه المهدي، ثم خرج رجل اللي هو سنأخذه بعد قليل وقد أخذناه في الدروس الماضية هو رافع بن نصر بن سيار. هذا الرجل خرج وظل في سمرقند ولم يستطع هارون الرشيد أن يقضي عليه، وبعث له رجل يقال له أرثم ابن أعين، لذلك قال له يعني قال له يعني الآن أخوك الناس اللي كانوا معانا جايين مع هارون الرشيد من الحاشية مثل الفضل بن ربيع اللي راح نأخذ بعد قليل، هؤلاء رجعوا بدون أمرك وبدون إذنك، فابعث إليهم بجيش. فقال له إذا بعث لهم بجيش، يقول ذو الرئيستين إذا بعث لهم بجيش فطبيعي جدا راح تحدث قتال، وحنا ما نبي قتال، فابعث لهم كتب وراسلهم واجعل، وهذه يعني حكمة الفضل ابن سهل، أني أنا مو صاحب الاقتراح، لو توليت قال نعم ما أشار إلا لكي يتعلم.
تولى. وهنا تدخل الريبة من المأمون تجاه هذا الرجل المنصح، لكن قال له المأمون أيضا ذكي جدا، من يعني يكاد يكون من أعلم الفقهاء، أعلم الخلفاء، حتى قال بعضهم لم يكن خليفة قط بعد الصحابة، يعني بعد معاوية رضي الله عنه، أعلم من المأمون، وجمع المعارف كلها. فقال له الأمر إليك، يعني دبر الأمر كما تريد. فقال له لكن هناك عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ، وهم أمراء ورؤساء وقاموا بالأمر من قبل، فهم أنفع لك مني، وبرئاستهم المشهورة يستطيع يخضعون القواد، ولهم القوة والملكة. فقال إذن اذهب إليهم. فذهب إليهم. السلام عليكم. السلام. السلام بخير. بارتم بخير. نعم. فقام هذا الرجل فقال له بل هؤلاء أفضل مني وأولى مني، فاذهب إليهم أو ابعث إليهم. قال أنت اذهب إليهم. فذهب إليهم فلقيهم في منازلهم وذكرهم البيعة التي في أعناقهم وما يجب عليهم من الوفاء. فردة الفعل التي رآها الفضل بن ساحل من هؤلاء القوم يقول فكأني جئتهم بجيفة على طبق، كناية عن كرههم للأمر. حتى انقسم الناس بينهم، قال بعضهم لا يحل، وبعضهم قال كيف ندخل بين أمير المؤمنين وأخيه. هنا قال المأمون إذا قم أنت بالأمر، إذا قم أنت بالأمر. في هذه السنة 93 هرثمة دخل حائط سمرقند ولجأ رافع إلى المدينة وراسل الترك، فوقع هرثمة بين الترك وبين رافع، لكن الترك انصرفوا فجأة فضعف أمر رافع. دخلت سنة 94 و100، في هذه السنة خالف أهل حمص أميرهم، ثم يعني حبس بعد استطاع أن يسيطر عليهم، حبس وجوههم وجوه الناس اللي فيهم وضربهم في المدينة، يعني ضرب النار في المدينة إلى أن سكن الناس، فأخذ أهل الفتنة فضرب أعناقهم. الأمين أول عمل قام به عزل أخاه القاسم، كما قدمنا في الدروس الماضية أن هارون الرشيد قسم الخلافة بين ثلاثة، الأمين والمأمون والقاسم. الذي فعله الأمين أن نزع من القاسم جميع ما أعطاه هارون الرشيد. الآن بدأت الدولة تتجه اتجاهي، الفضل بن سهل مع المأمون، والفضل بن الربيع مع الأمين. طبعا تختلف السياسة، الأمين ذكي لكنه لم يعط حظ من البطانة، المأمون ذكي وأعطي حظ من البطانة، معه القوات الذين يعرفون الحرب والدهاء والخبرة والحنكة والكر والفر والسياسة وفنونها والحرب وأشكالها. فالفضل بن الربيع أراد أن يرجع من خراسان إلى العراق، لكن إن رجع راح يكون ناكث للعهود، واضح؟ لكن قال أرجع إلى بغداد وأسيطر على الأمين، ويعني حياتي راح تكون متعلقة بهارون بالمأمين، لكن إن صار للأمين شيء ومات المأمون راح يقضي عليه قضاء مبرم. لذلك أول عمل فعله الفضل بن الربيع أنه أغرى محمد وحثه على خلع الأمين المأمون، على خلع المأمون. الفضل بن الربيع قام قال للأمين اخلع المأمون وولي بدله ابنك موسى. هذا أول عمل ارتكبه الفضل بن الربيع. طبعا الفضل بن الربيع يقال له عباسي، صار مصطلح في تلك الفترة الخادم يسمى عباسي. طبعا الربيع لقيط، ومع ذلك كان حاجب أبي جعفر المنصور. لذلك كان يعني من الطرافة أو الطرفة أن الرجل أعرابي جالس عند المنصور وجعل يقول كان أبي رحمه الله وفعل أبي رحمه الله وقال أبي رحمه الله. فقال الربيع ويلك أتتوالى بالرحمات لأبيك
في حضرة أمير المؤمنين؟ فقال: لا ألومك، لأنك لم تذق لذة الأبوة. يقول: ما رؤي المنصور يضحك حتى رفس برجليه مثل ذلك الموقف، لأن الربيع كان لقيط لا يعرف له. ثم ابنه الفضل بن الربيع أصبح في يعني هذه الوجاهة. طبعا حتى يستقيم له الأمر جعل يصغر من شأن المأمون، وجعل يدبر الأمر ويدبر الأمر، حتى وصل الأمر إلى أن قام معه رجل آخر وتعاون على يعني إغراء الأمين بعزل المأمون. طبعا رأي الفضل، طبعا أول شغلة سواها الفضل بن الربيع، هذا أول أمر، أنه يعني أمر جميع العمال بالدعاء لابن الأمين موسى بالإمارة بعد الدعاء له وللمأمون والقاسم الرشيد. طريقة السابق: اللهم اغفر لأمير المؤمنين الأمين وولي عهده المأمون وولي عهدهما القاسم وموسى بن الأمين. الآن أصبح الناس يعمل في أذنهم أن موسى ابن الأمين موجود مع هؤلاء الثلاثة، هذا أول أمر. طبعا رافع كما قدمنا لما هرب الترك وتركوه مع هرثمة ابن أعين وسمع طبعا هو اسمه رافع بن ليث بن نصر بن سيار، جده نصر بن سيار، قدمنا في دولة بني أمية أنه حارب أبا مسلم، لكن أبا مسلم قضى عليه وهرب ولجأ إلى العراق. لما وصل إليه الخبر حسن سيرة الأمين المأمون وأنه يعني عنده إحسان وعنده نصفة، أرسل له وطلب الأمان، فقبل المأمون لأنه يبي يخفف الجبل، لا يريد شيء في ظهره يخزه، فقبل بأمانه ودخل تحت حكم المأمون. وهنا قام الأمين وأعلن خلع المأمون. طبعا لما الأمين يبي حجة، الأمين يبي حجة عشان يخلع أخاه، فقام فبعث عدة أقوام من بينهم العباس بن موسى بن عيسى بن موسى، يقولون للمأمون: اخلع نفسك. وهذا الرجل أراد أن يحتج للموضوع فقال: إن جدي عيسى بن موسى قد خلع فما بره ذلك. فهنا تدخل ذو الرئاستين فقال: أسكت، فإن جدك كان في أيديهم أسيرا، وهذا بين أخواله وشيعته. هنا الفرق، لكن ذو الرئاستين ذكي، علم أن العباس ذكي، وأنهم لو استمالوا وجذبوه إلى ناحيتهم لكان عينهم عند الأمين، فجعل يراوده ويذهب به يمينا ويذهب به شمالا حتى اقتنع. وطبعا لا يقتنع الإنسان إلا بأمر يعده به، فقال: نعدك بولاية الموسم، تكون أمير الحج. فأصبح هذا يقول، فما برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون، فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالأخبار ويشير علينا بالرأي. طبعا مضى القوم ودخلوا على الأمين وأخبروه بامتناع المأمون من الخلع، فقام الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى على بيعة لابن موسى ابن الأمين. طبعا كما قدمنا منذ قليل كان بداية الدخول موسى أنه يدعي للأمين ثم المأمون ثم القاسم ثم موسى، الآن خلع المأمون والقاسم وأصبح الدعاء لموسى فقط مع أخيه. ثم بدأ الناس يقعون في المأمون، لأن هناك خطر ثاني وهو الكتابين اللذين في مكة. فما زال الفضل بن إبراهيم يحتال حتى أخذ من الحجبة للكعبة وأخذ الكتابين المعلقين في الكعبة، ثم وصل إلى الأمين وسلمهم. فلما رآهم الأمين أجل العطاء للفضل ابن الربيع ومزقهما وأبطلهما. ف
ثم حدثت مراسلات طويلة بين الأمين والمأمون، هذا يأمر وهذا يرد بحجة، وهذا يأمر وهذا يرد بحجة، إلى أن عزم محمد على خلع المأمون. خلاص الآن هناك كانت مثل الدخان، هناك مثل الدخان أن الأمين يريد أن يخلع المأمون. الآن أصبح الأمر صراحة، فقال الأمين بعدما حجس في نفسه أن يخلع أخاه، قام فدعا رجل قال له يحيى ابن سليم فشاوره. الآن دائما 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 الصبر والرفق يخرج الحي من جحرها، كما قالوا عن أهل ثقيف الطائف، قال استشار النبي صلى الله عليه وسلم رجل في أهل الطائف قال هم كالثعلب، إن أقمت أخذته وإن ذهبت لم يغرك، رحمه ذبح الجوع الطريق ويخرج، وإن تركته هو ثعلب ما يضر، ليس من حيوانات المفترسة. فكذلك الأمر الذي حدث مع الأمين، هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين تريد أن تخلع الأمين المأمون وفي عنق الناس بيعة أنه ولي عهدك ومواثيق وشروط، ويكفي أن الذي قام بهذا الأمر هو أباك هارون، الذي قام بهذا الأمر هارون الرشيد هو أبوك. فقال هنا خلاص المسألة دخلت جوف الأمين، لا يريد أن يفاوض، يريد أن ينفذ. فقال إن يعني الرشيد هذه الأمر جعلها فلتة، كانت من جعفر بن يحيى، فكانت في لحظة من لحظات السحر، يعني كان يقول كانت فترة من الفترات أبي كان مغيب عن عقله فبايع لأخي المأمون. فقال إذن يعني إذا أردت هذا الأمر نحتال. أول أمر ماذا قال له؟ قال له يعني أخاك كانت له بيعة على المسلمين وعهود ومواثيق. فلما رأى الجد من الأمين قال له إذن نستميل هذا الأمر. إذا ما تسمع تخيل صار لهم 4 سنين يسمعون أن ولي عهد الهارون هو الأمين، ولي عهد الأمين المأمون، فجأة يتخلع هكذا راح يكون الأمر مستنكر عند الناس ومستشنع عند العامة. ولكن الأمر تستدعي الجند بعد الجند والقائد بعد القائد، وتؤنسه بالألطاف والهدايا وتفرق ثقاته ومن معه، وترغبهم بالأموال وتستمليهم بالأطماع، فإذا أوهنت قوته واستفرغت رجاله أمرته بالقدوم عليك، فإن قدم صار إلى الذي تريد منه، وإن أبى كنت قد وإذا أبى كنت قد تناولته وقد كل حده وهيض جناحه وضعف ركنه وانقطع عزه. تدبير، لكن وين المشكلة في هذا التدبير؟ أنه طويل. فقال الأمين فقال ما قطع أمر كالصريمة، أنت مهذار خطيب ولست بذي رأي. لكن متى عقل الأمين هذا الكلام؟ بعدما رأى أن الأمر قد خرج من يديه. سهل بن هارون أحد البلغاء وأحد قواد أو أحد مستشارين المأمون، هذا الرجل يعني كان مع الأمين فكان ينقل الأخبار، يعني أو حدثنا عن أخبار المأمون، فقال كان الفضل بن سهل دس قوما اختارهم ممن يثق بهم من القواد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يوما بيوم. إذن لازم أعرف أخبارك، متى تنام، متى تأكل، متى تشرب، متى تقضي حوائجك، من تجالس، ما هي الكتب التي تخرج من عندك، ما الأوامر التي تطمح أن تفعلها. فكانت أخبار الأمين عنده كأنه يرى، وهذه حنكة الفضل. أما الفضل من ربيع فأخذ بالمراصد لئلا تجاوز الكتب الحد.
هذاك كتب بالثقات، يعني كل ثقة له، خلينا نقول مثلا اللي عنده حصانة دبلوماسية، اللي عنده حصانة دبلوماسية ما تفتش جنطته ولا تفتش أغراضه، فهذا مشكلة إنه ينقل أخبار أنت ما تدري ما هي. لكن الفضل بن الربيع كان يفعل ما يفعله العامة، وهو أن يفتش كل خارج وكل داخل، لذلك فعلوا يعني حيل حتى تجاوزت الكتب وخرجت وأصبح أمرهم مفضوح. لذلك قال المأمون يقول لذي الرئاستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبرنا عن عيبها، ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها، وكفانا أن نكون مع الحق ولعل كرها يسوق خيرا. وكان أول ما دبر الفضل، يعني الآن ثبت عندهم أن المأمين قطع الدعاء للمأمون، واضح؟ أول أمر جنبات الرأي، جنبات الرأي، منطقة الرأي، وهذه منطقة كما يعني استغلها العباسيين في دولة بني العباس، في دولة بني أمية استغلها أيضا الفضل بن سهل، فجعل الرأي منطقة الرأي. طبعا منطقة الرأي الآن هي ضاحية من ضواحي طهران، مدينة الرأي هي ضاحية من ضواحي طهران، يعني الآن مندثرة، اندثرت تقريبا بالستمية هجرية أو سبعمية تقريبا اندثرت، وبنيت بدالها مدينة طهران. هذه المنطقة أصيبت بالجد، وفيها الجند الذين وضعهم الفضل ابن سهل، ومع ذلك انظر إلى تدبيره، ومع ذلك أعد لهم الحمولة مما يحمل إليه من كل فج وسبيل، حتى ما فقدوا شيئا احتاجوا إليه، أصبح الأمر كله تحتهم. ثم أشخص رجل قال له طاهر بن الحسين في إلى تلك المنطقة، فأصبح هذا الرأي، هذا الرجل في ذلك المكان وتلك القوة والمؤونة موجودة، فبث طلائعه وعيونه. وهنا أصبح يعني الأمر قد استعدوا للحرب. لكن الأمين في هذه السنة يعني ولى ابنه الولاية وهو موسى، وجعل صاحب أمره علي بن عيسى بن ماهان، وعلى شرطته محمد بن عيسى بن نهيك، وعلى حرسه عثمان بن عيسى بن نهيك. إذن أصبح الأمر واضح وجلي أن المعركة بين الأخوين قادمة لا محالة، وإن شاء الله في الأسبوع يعني في الدروس القادمة إن شاء الله سنأخذ ماذا حدث بينهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ونتجاوز عن سيئاتنا. هذا وصلى الله عليه وسلم.